السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي شركة اللي عاملة اسمها اوبن اي اي. من ضمن منتجات اوبن اي اي دي ال اي، وده بيخليك تكريت صور من خلال ان انت بتكتب لها تكست. اي حاجة انت تفكر فيها تبدأ تكتبها، تقول له مثلا a cat with مثلا ابل مثلا، اي صورة انت تتخيلها، تمام؟ بيبدأ ان هو يكريتها لك. دلوقتي عايزين نشوف بقى ميزة اخرى في دي الاي على ما يكون الصورة ديت، قال هو ان انا ارفع له صورة وهو يخمن ايه اللي حواليها، تمام؟ او البينتينج، يعني ممكن تدي له مثلا صورة رسمها ليوناردو فينش، هو يتخيل اللي حوالين الصورة دي ايه، يديك خطوط بتوصلها معاها بحيث تحس ان دي فعلا تكملة الصورة اللي ناقصة. دي الصورة اللي احنا عملناها، تمام؟ طيب انا عايز بقى اقول له ابلود ونرفع صورة من عندنا، اي صورة، انا لسه مش محدد صورة، ونبدأ نقول له حاول تتخيل اللي حوالين الصورة دي. ممكن يكون انت مصور مبنى مثلا معين، فاقول له تخيل ايه اللي حوالين المبنى دوت. ساعات بنعمل فعلا صورة ونبعتها ويقول لك طب لا ده انا عايز ايه، اشوف المباني حواليها، حاجات زي كده، فبنحتاج الخاصية دي ساعات، تمام؟ طيب خليني اقول له ان انا عايز لارج ايكون، تمام؟ ممكن نختار صورة ايه، ممكن نختار صورة ايه، طيب انا اختار صورة المكتب ديت، يبدأ يرفعها، وبعد كده نبدأ نقول له ايه، تخيل حاجة جنبي. هو بيقول لي اعمل كروب لو انت عايز، ممكن اقول له سكيب كروب، انا عايز الصورة زي ما هي بالشكل دوت، تمام؟ دي الصورة بتاعتنا اهي. طيب ممكن بقى ايه نعمل كرييت للتكملة بتاعتنا هنا كده، تمام؟ ممكن اقول له اعمل لي ايد جنريشن فريم بالشكل دوت اهو، واقول له انا عايز مثلا تزود لي ايه، مثلا مثلا فلاور، هي مش فلاور بالشكل دوت. هو يبدا يكريت لي الصور في الجزء اللي ناقص دوت. ممكن تقول له كراسي، ممكن تقول له اشخاص، ممكن تقول له انا عايز المنظر يكون في البحر، زي ما انت عايز يعني، تخيل معايا. بص عملها لي بالشكل دوت، فباين فعلا تكملها بتكون كويسه، تمام؟ هنا عمل لك بالشكل ده، هنا كتب لك شويه كلام. ممكن تقول له كنسل، لا انا مش عايز ده خالص، او تقول له اكسبت، ماشي؟ انا اقول له كنسل، ونقول له مثلا لا ده احنا عايزين مثلا هنا تشير، ونقول له انتر. هو يبدا يدرس الشكل اللي هنا، ويبدا يشوف التكمله بتاعته هتبقى عامله ازاي. عمل لك حاجه بالشكل دوت، الكراسي اهي، فانتبدا تشوف اي شكل فيهم اللي مناسب معاك، وتبدا تقول له ايه اكسبت مثلا، تمام؟ ممكن تقول له بقى انا عايز ايه جنريشن فريم تاني، وتبدا تشوف بقى انت عايز الفريم يبقى عامل ازاي مثلا بالشكل دوت، وتقول له مثلا انا عايز ويندو. نفس الخاصية دي بالظبط بقت موجودة في الفوتوشوب، لكن افضل يعني. لما تجرب دي وجرب دي، لا الفوتوشوب افضل. عملها بالشكل دوت، ده اول بروبوزل، ده التاني، ده التالت، ده الرابع. انت بقى تبدا تشوف اني واحد فيهم اللي انت حاسس ان هو فعلا متناسق. طيب ممكن نقول له اكسبت. طيب ممكن بقى اقول له ايه، انا عايز امسح حاجه معينه، همسح مثلا الكمبيوتر. طب نحط مكانه ايه مثلا، انا عايز احط جنبيه بردس، تمام؟ انا بحاول ايه يعني اديله حاجه مش الديفولت، او مش الافتراضيه، او مش اللي هو متعود عليها. هو هنا حط مثلا البردس ده، لا احنا عايزين ايه، تورينا شكل البردس مثلا اهو. تبدا تشوف انا الافضل بالنسبه لك، وتقول له اكسبت.